الخوف ينقسم الى ثلاثه اقسام. نخوف اما نبغى ما بغى انا باغي اشياء باتو باغي انا نخاف من الله سبحانه وتعالى. ما بغى الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن ان نخاف من غير الله كخوفنا من الله سبحانه وتعالى. دميكن ديك تاني من جري ما بغى دوين دين الله سبحانه وتعالى سيبو سالي بغ ما بغى نتوفى الله سبحانه وتعالى. هذا يكون شرك اكبر. إن يريني مين الشرك أكبر؟ يخاف من أصحاب القبور كخوفه من الله، هذا الشرك أكبر. بأن سين من كبر عن إله من تأمي متيئون بأن سين كبر عن إله فالله سبحانه وتعالى. نعم. الثاني من الخوف خوف جائز. إني كروا دينها من كبر أمنا إن كبر إني من جريسيا. أخاف من النار من اللصوص. بأن سين كبر كده دينها كوا أنا بيعونها كايو. أخاف من الأسد من الحيوانات المفترسة هذا لا أشكال فيه. أتوا كان ما بغى كده يوم دينها معا أمون حيوان يأون أتوا أمون بناتان أتوا بيأنسين لايون يأون لونتا. نعم. الثالث خوف محرم. إني كتوني أمون كبغى لونيا محرم شيء أي حرام. بعض الناس يذنب يصنع ذم. دينها معانوس يا أمون ما خير ناس لا دوسة. ثم يخاف من التوبة لا يتوب. فجوز ما بغى سيلا أموين بكتوبات سينغ ديسلا مكا بكتوبات. هذا خوف محرم. إن كبغى إني ديسا من جري حرام سيا. لأن هذا من الشيطان. الشيطان لا يريد من العباد أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى والله أعلم. فسألن إن يريني دينها مع شيطان. إن شيطان ديسا ما بيا أموين مكتوبات إن يسيوسيونا دينها مع إيبون سين الله سبحانه وتعالى.